كابتن ممدوح الف مبروك. مبروك كابتن هيثم ومبروك لجماهير النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وجوده في الملعب. اشعل حماس اللاعبين. سعاده غامره لينا كلنا وللاعبين فعلا. لعيبه رجاله عملوا كل ما في وسعهم، يمكن نفذوا كل الحاجات اللي احنا قلناها في البدايه. لا ده احنا لسه هنتكلم بس الله على كابتن احمد زكريا.